ولمزيد من التفاصيل حول افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الثانية من مشروع سايلي فود أو مدينة الصناعات الغذائية، ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة داليا سامي، استشاري أطفال وتغذية علاجية بالمعهد القومي للتغذية. تحياتي لك دكتور داليا. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا دكتور داليا. اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز أو مدينة الصناعات الغذائية التي تعد الأكبر في العالم العربي، ونحن الآن نتحدث أيضا عن توفير عدد كبير من الوجبات الصحية اللازمة للأطفال في من طلاب طبعا المدارس، كيف ترين ذلك؟ طبعا ده حاجة عظيمة جدا بتحصل في بلدنا. المرحلة الأولى كمان من افتتاح هذا المصنع وفرت وجبات مدرسية عظيمة جدا للأطفال، ومصنع سايلو نفسه دخل موسوعة جينيس ريكوردز عن طريق كمية الوجبات اللي وفرها في خلال سنة واحدة، لما قدر يوفر 600 مليون وجبة ل 3.5 مليون طالب، سواء كانوا من المدارس أو الأزهر الشريف. فطبعا ده كانت فايدة كبيرة جدا جدا للأطفال. طبعا مع الإنتاج الجديد وتطوير الوجبة المدرسية بناء على توجيهات السيد الرئيس بعد المبادرات الكثيرة اللي اتعملت في الأطفال اللي بتخص الأطفال في الفترة الحالية، أو الأنيميا أو التقزم، اللي المبادرات الرئاسية اتعملت على منها علشان نشوف نسبة هذه الأمراض في الأطفال قد إيه. طب دكتور داليا، على ذكر كل هذه الأمراض التي منها ممكن أن يتعرض لها الطلاب في المدارس أو الأطفال عموما، كيف يمكن لهذه الوجبة الصحية أن تخدم الأطفال في صحتهم في الفترة القادمة والتصدي لمثل هذه الأمراض؟ والله هي الوجبة المدرسية المطورة حاليا ما بقتش نفس البسكوت اللي كان بيتوزع زمان في المدارس. بالعكس، الوجبات المدرسية دلوقتي بقت مدعمة بأنواع مختلفة من الحديد والفيتامينات اللي بيحتاجها الأطفال. دي بتوفر تقريبا 30% من احتياج الأطفال من التغذية، زائد اللي بيتوفر بعد كده في البيوت. لما انا اعلم الطفل في المدرسه ان هي دي الوجبه اللي انت المفروض تاخدها عشان هي هتفيدك وهتغذيك بطريقه صحيحه، ده هيخلي الطفل دايما، انت عارفه الطفل على ما بتعوديه. انت بتعوديه خلاص على الطريقه الصحيحه في الغذاء، انت المفروض تاكل اكل كذا او تشرب كذا، او اللبن بالنسبه لك اهم من المياه الغازيه، العصير الطازج اهم بالنسبه لك من قطعة السكر أو قطعة البونبوني والحاجات اللي الأطفال بتتداولها كثيرا. فبالتالي بتغيري عند الطفل منظومة الأكل بتاعته، الطريقة اللي هو متعود عليها، فهتكبر معاه إن هي دي الطريقة الصحيحة اللي أنا المفروض أتغذى بيها وأخد منها احتياجاتي. فبالتالي لما هيجي يروح البيت عنده، هو أوريدي أنت مدياله 30% من احتياجه اللي هو عايزه طول اليوم من فيتامينات ومن معادن ومن بروتينز ومن حاجات كتير هو محتاجها. فبالتالي البيت هيكمل معاه هذه المنظومة علشان تقدري تخلقي نشأ صالح سليم بعيد عن الأمراض اللي احنا بنعاني منها للأسف في الأطفال في الفترة الحالية. لكن دكتور داليا، كيف يتم تشجيع الأطفال على تناول وجبة صحية سواء في الإفطار أو في الغداء أو في العشاء أيضا؟ التوعية السليمة أهم حاجة. أهم حاجة إنك إزاي توعي الأطفال. لازم زي ما بنوزع الوجبات التغذوية السليمة على الأطفال، لازم نعلم الأطفال يعني إيه تغذية سليمة، يعني إيه أكل صح، أستبدل إيه مكان إيه، هشبع وهتبسط وفي نفس الوقت بفيد نفسي وبفيد جسمي. لازم الأهالي يتعلموا يعني إيه التغذية السليمة، استبدل ايه مكان ايه. قصه اللي بيتقال للطفل دايما انت لو عملت كذا هجيب لك حاجه حلوه، لو ذاكرت كويس هجيب لك حاجه حلوه، دايما الحاجه الحلوه مربوطه عندنا بالاكلات السكريه، او ان انا هدي شوكولاته وبونبوني ومصاصات. دكتور داليا، يعني على ذكر المواد السكريه، كيف يمكن استبدالها بمواد صحيه بدلا من المواد السكريه؟ الفواكه. فواكه.
الفواكه اللي احنا للاسف كتير لما تحطي قدام طفل وجبه فيها سكريات ووجبه فيها فاكهه يجري على السكريات. نعم. ويبعد عن الفاكهه. هجيب لك حاجه حلوه، لو جيتي جبتي له هديه ولا لعبه ولا حاجه يقول لك لا انا عايز البونبوني الفلاني او عايز اللبان الفلاني. دي معتقدات احنا اللي بنحطها في اولادنا، واحنا اللي بنعلمها لاولادنا، واحنا اللي لازم نعرف نغيرها لاولادنا علشان تطلعي نشء سليم. احنا للاسف نسبه السمنة عندنا في الاطفال عاليه جدا، اطفال المدارس نسبه الانيميا عاليه جدا، نسبه قصر القامه او التقزم عاليه جدا بناء على الاحصائيات الاخيره اللي معموله، النسب عاليه قوي. فالتغذيه السليمه اللي بتتعمل للاطفال دول والوجبات المدرسيه بتتبع كل توصيات منظمه الصحه العالميه وسلامه الغذاء والبرنامج الغذائي العالمي في ايه الوجبه الصحيحه السليمه اللي المفروض طفل ياخدها في هذا السن. كل طفل على حسب نوعه وعلى حسب سنه، سواء بنت او ولد اقصد، او على حسب سنه احتياجه قد ايه من كل المكونات اللي هو محتاجها في اليوم، سواء فيتامينات او املاح معدنيه او نشويات او بروتينات، زائد ده علشان تعملي طفل سليم. نعم. زائد العلاج لو كان هذا الطفل كمان مصاب باحدى هذه الامراض المنتشره بين اطفال المدارس. طيب دكتور داليا، يعني بما ان حضرتك استشاري اطفال وتغذيه علاجيه، عايزه اعرف من حضرتك اهم العناصر الذي يجب توفرها في الوجبه للاطفال على مدار اليوم حتى يحصلوا على وجبه صحيه. لو بتتكلمي على الوجبه الغذائيه طول اليوم او الوجبات اللي بتوفر للاطفال طول اليوم، لازم ياكلوا الطبق الصحي السليم. لازم يكون إيه كل أكل الطفل بيعتمد على الثلاث منظومات السليمة في التغذية، سواء كانت أطعمة النشويات والدهون، ودي مهمة جدا عشان توفير الطاقة للطفل اللي بيكبر وبيتحرك وجهازه العصبي بينضج، ولازم تكوني موفراها من النشويات المعقدة زي الرز، العيش، المكرونة بنسب محددة بناء على سن هذا الطفل. لازم تكون متوفرة كمان ومهم قوي أغذية البناء، البناء اللي هي البروتينات، البروتينات المفيدة للطفل، بروتينات حيوانية، بروتينات نباتية أو حيوانية. نعم. تمام. علشان الميزانية وعلشان الأسعار وعلشان كل حاجة، مش لازم أقول للأم كل يوم هتأكلي ابنك لحمة وفراخ وسمك. نعم. أنا ممكن أستبدل هذا الكلام بالبروتينات النباتية، طبق الفول، طبق العدس، سواء العدس الأصفر أو العدس الأسمر. بس دكتور داليا، يعني الفول والعدس مش كل الأطفال ممكن يحبوهم، فممكن يكونوا في ناس بتحبهم في ناس ما بتحبهمش، ففي الحالة دي نعمل إيه؟ توفري البروتين عن طريق أي بقوليات تانية، البسلة. نعم. ممكن أكلها للطفل، الفاصوليا البيضة، اللوبيا اللي محدش بيرضى ياكلها خالص او محدش بيرضى يطبخها اصلا. نعم. دي كلها من الاكلات المفيده جدا اللي مليانه بروتين نباتي ممكن اديه للطفل. البروتين فيها قد ايه يا دكتور؟ البروتين فيها نسبته عاليه زيه زي البروتين الحيواني، بس مشكلته في الامتصاص. فعلشان يمتص كويس لازم اقول للام او اقول للشخص اللي بياكل بروتين نباتي انك لازم تاخد معاه فيتامين سي. فيتامين سي انت ممكن تعصر على العدس اللي انت بتاكله او الفول اللي انت بتاكله. نعم. عصره ليمون، ممكن تشرب وراه كوبايه عصير برتقال، ممكن تاكل جوافايه، اي حاجه فيها فيتامين سي هتقدر تمتص الحديد والبروتين اللي موجود في البروتينات النباتيه. على ذكر الفيتامينات يا دكتور، جدا بالنسبه للطفل وللكبير. نعم. على ذكر الفيتامينات، هل ممكن ان احنا ناخذ هذه الفيتامينات عن طريق التابلتس او الحبوب، ولا ناكلها احسن وناخذها احسن مع في وجبات او من خلال الخضار مثلا؟ الاصح الاصح ان انا باخد ما خلقه الله. نعم. ما خلقه الله ايه؟ الاكل والشرب. الخضار والفاكهه مليانين بكل عناصر الفيتامينات اللي جسمنا محتاجها والاملاح المعدنيه. نعم. الحمد لله في مصر عندنا جميع انواع الخضار والفاكهه، ما فيش حاجه ناقصه عندنا الحمد لله. الحمد لله. طيب حصل اي نقص من انواع هذه الفيتامينات، ساعتها ممكن مع الغذاء اخده كادويه.
انما قصه ان انا اصل ابني انا حاسه انه ضعفان شويه فهديله شويه فيتامينات، اصل عشان يبقى مصحصح كده هديله فيتامين، الكلام ده مش صح. يعني الفيتامينات لازم تيجي مع الاكل مش لوحدها. افندم الفيتامينات لازم تتاخد مع الاكل مش لوحدها، تبقاش هي العنصر الاساسي في التغذيه. طبعا الاكل هو الاساس. نعم الجسم بيتبني بالاكل السليم هو الاساس. نعم انا باخد الدواء كفيتامين او كاقراص او ككبسولات في حاله احتياج جسمي عن اللي موجود بس. أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة داليا سامي استشاري أطفال وتغذية علاجية بالمعهد القومي للتغذية، شكرا جزيلا لك.